ماستر كاسيت تسجيلات جاد أبو حسين. مساء الخير للجميع. أفراحنا أضحت بكم تتألق بسمائها، أنتم شموس تشرق، لستم ضيوف الحفل أنتم أهله، والفرحة الكبرى بكم تتألق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. الحضور الكرام، ضيوفنا الأفاضل، كل باسمه ولقبه، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني، والد العريس أخي أبو الأدهم والدكتور مخلص وأبو المأمون وأخي مشعل أبو رفيق، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الليلة المباركة، ونقول لكم أهلا وسهلا بكم، ونشكر حضوركم، وإن شاء الله أن تبقى الأفراح في دياركم العامرة. باسم الصامدين، باسم جبال فلسطين الشامخة، وباسم الأسرى أسران البواسل، وباسم الشهداء جميعا الذين نقف وراءهم، وراء مشروعنا الوطني من أجل التحرير ومن أجل عدالة قضيتنا حتى دحر الاحتلال، سنبقى صامدين في فلسطين، متجذرين على أرضها مهما طال الزمان. إخواني الأعزاء، لا أريد أن أطول عليكم، أكرر ترحيبي بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه الليلة السعيدة التي نحتفل بها بابننا عوض الله الكوب. فباسمكم جميعا نبارك للعريس، وباسمنا جميعا نرحب بكم، وعلى الأهازيج الفلسطينية نكمل سهرتنا، وإن شاء الله أن تبقى الأفراح في دياركم العامرة. ونشكر حضوركم، ونشكر مسيركم، ونشكر كل الضيوف، ونخص بالشكر كل من أتانا من القرى المجاورة، من أبو فلاح والمغير وكيريوت وسنجل وكفر مالك وحوارة، ومن جميع المناطق الفلسطينية، فأهلا وسهلا بكم، ودمتم لنا خير أهل وسند، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش أبو ليلى،
حبايبنا مولين صغار وبدنا حبايبنا همة، كل الحبايب، كل القرايب، كل النسايب، كل الصحاب، كل الضيوف، كل محلية مع عريسنا الغالي وقمر الليل عوض الله يتهنى إن شاء الله وتدوم الأفراح عند الناس الملاح.